فضيلة الشيخ، يقول السائل: مؤذن مسجد يتقدم أحياناً ويصلي بالناس، وفي قراءته للفاتحة يكسر العالمين، وقد نبهته على ذلك ولكن لسانه اعتاد هذا وهو لا يعتقد المعنى الخاطئ ولكنه يلفظ هكذا، فهل صلاته صحيحة وصلاة من خلفه؟ صلاته غير صحيحة إذا كان يستطيع التعديل ولم يعدل، لأن العالمين يغير المعنى، هذا لحن يحيل المعنى، فإذا كان أنه ما يستطيع يعدل صلاته في نفسه صحيحة، لكن لا يجوز أن يكون إماما للناس. نعم.